السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء قضاء الدين، لو كان عليك ملايين بإذن الله. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما لمن تشاء وتمنع منهم من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.